المسألة زاد يتعين أن ننظر لها من وجهة نظر العلاقة بنشأة السلطة المركزية في حد ذاتها، لأنه في المغرب أيضا نشأت سلطة، وهذه السلطة انفصلت رغم دونيتها من وجهة نظر الفكرية، والدنيا هذه بقات مزدوجة في تفكيرنا تجاه المشرق وتجاه الغرب أيضا، ما ننساوش، لأنه هذا التموقع بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة أيضا لتفكير المؤسسة، لأنه الثقافة في الأخير تبنى على التجاذب بين الفكر الشرقي من ناحية وبين الفكر الغربي من ناحية ثانية. لكن حتى نرجع، التصوف كان أيضا ضمن مشروع السلطة، يعني أن السلطة عندما بنت نفسها خلقت تناقضات من وجهة نظر المراجعة والاحتساب، وثم أنواع من الاحتساب، ثم احتساب يعني يعبر عن نفسه من وجهة نظر سياسية، وثم احتساب يعتبر نفسه يعني الشاغل متاعه يتعين أن يكون اجتماعي، يتعين أن يكون فكري وذهني، يتعين يكون تأصيلي للإسلام. وظهر لي أنا التصوف على الأقل بالنسبة للنشأة في الأول إذن عالج المسائل هذه، المسائل الأساسية، يعني ساهم في تشكيل صورة السلطة بالشكل الذي يقرب من ذائقة المغاربة بشكل أو بآخر. يعني إذا كان نحب نفهم شنية السلطة بالنسبة للمغاربة، السلطة بالنسبة للمغاربة هي حضور. إيش معناها؟ أشكال المعاش، نرجع من مجددا لقضايا أشكال المعاش في علاقتها بالسلطة وفي علاقتها بالفكر، لأنه هذا إذا كان فصلناه على بعضه لن نستطيع أن نفهم أي شيء. صحيح. المجتمعات المغربية هي مجتمعات قبلية، والقبلية بدوية، القبيلة لعبت فيها دور كبير ياسر، سواء كان مع العنصر البربري أو حتى بعد ذلك مع العنصر العربي بداية من القرن تقريب الحادي عشر ميلادي. الخلدونية فسرت هذا. والخلدونية فسرت هذا. لكن اللي يهمنا مرة أخرى كيف اشتغل التصوف من موقع الاحتساب، وكن نقول من موقع الاحتساب يعني من موقع المراجعة مع السلطة. شو معناها؟ معناها خلق نوع من التوازن، خلق نوع من التوازن بالشيء الذي ساهم في تقوية السلطة من ناحية، لكن في مراجعتها من ناحية ثانية. كيفاش؟ نجم نقولوا أنه مثالها كيفاش؟ خطر يلزم المسألة تكون بينة بالنسبة للي شاهد فينا. المسألة معناها تطرح بهذا الشكل، يعني هل التمصير كافي لتكوين مجال ترابي مراقب من قبل السلطة، أم أن من الضروري أن الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والثقافيين ينتشرون داخل المجال. المتصوفة لعبوا دور كبير ياسر من هذا، يعني حسموا في المسألة هذه، يعني اعتبروا أن الخروج من المصورات هو مصورات شرط. مصورات معناها أسوار. الأماكن المصورة أو المدن المصورة. الخروج من المصورات هو شرط تأسيسي في التصوف، يعني الذي يريد أو من يدعي أنه ينتسب إلى خط صوفي فعليه أن يخرج إلى الناس في الدواخل. علاش يقول قائل ما هو الهدف؟ الهدف الأساسي هو هما بالنسبة لهم نوع من تنقية الإسلام أو أسلمة المجال من وجهة نظري. تسميت التأصيل أنت. تأصيله. يعني ربط المنظومة الشرعية من ناحية بالأعراف المتداولة أو ما يسمى بأعمال المغاربة. خلنا نتفقوا، لأن المغاربة لهم فهمهم أيضا للمنظومة التي وردت عليهم. القضية كي نتحدثوا عن المغاربة نقولوا استقلوا سياسيا كأنهم ما استقلوش فكريا، يعني هذا لا يعقل. يعني الناس التي تطرح أو الأشخاص الذين يطرحون أن الظاهرة الإسلامية هي ظاهرة تخترق كل المجالات وليس لها تلوينات، بمعنى ليس هناك إسلامات، بل هناك سياقات للإسلام مختلفة. الإسلام التركي هو إسلام مطبوع بالشمانية، والإسلام تصل الناس الشمانية هي يعني السحرية البدائية، ولا السحرية البدائية، بينما الإسلام المغاربي هو مطبوع بتجاذبات أخرى، فهمتني، لها علاقة بالفضاء الإسلامي. الإسلام الإفريقي الزولوجي أيضا له طبعا والمالكية تعاملت بكثير من كيفاش يقولوا، بكثير من النفعية. نلخص كل هذه المقولة، نجم نقولوا في نهاية الأمر أن التصوف لعب دور شأن جهاز المناعة في علاقته بالسلطة للمجتمع. أنا أعتقد في آخر الأمر أنه في أوقات القوة، قوة الدولة، كما في أوقات ضعف الدولة، شكل الإسلام الصوفي معدلا للنظرة الرسمية. واضح.
محمد النصر دكتور تفضل. طبعا امتداد لكلام سي لطفي دخلنا في طبعا ودخل بحور ومحيطات. طبعا نتكلم عن تصوف موالي وتصوف معارض، لا نتكلم فقط عن دور المتصوف في قوة الضعف، في قوة ضعف الدولة. طبعا تقريبا كل الأدوار كانت لهم، معنا في ما يسمى بالرباطات أو الخنقنات، الكلمة الإيرانية هي تقريبا الرباط هو مثل الخنقان. إضافة إلى ذلك شنو يشبه الخقان؟ خلينا نفسروا للناس شنو هو الخقان. هي كلمة كان للمرابطة، المرابطة لتزويد المسافر بحاجة لحراسة الحدود. ليس بالحراسة، الرباط للحراسة، بينما الخنقان مثل نوعا ما المساعدة الاجتماعية، كل استراحة نوعا ما للمسافرين. ستاسيون نوعا ما. لاحظ أنه هناك طابع أساسي بالنسبة لهذه هي الأماكن. نعم. الأماكن هذه تمفصل المجال لولا وجودها. أنت أغزر للتزوي أهميته بالنسبة لبلاد المغرب. تزوي معناها المرابطة، وجود زوايا. وجود زوايا، وجود زوايا داخل بلاد المغرب دلالته العميقة في الحاضر، في المشهد الحاضر الآن وهنا، الآن وهنا، هو حضوره، الحضور نتاعه الذي يعلم المجال. بليز ليسباس. نعم. ولا بليز. وخاصة تفضل سي محمد أستاذنا سي لطفي، خاصة في